تحية رياضية طيبة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساكم بالخير، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الملاعب. في حلقتنا هذا المساء الثلاثاء القادم إياب المربع الذهبي لدور الدرجة الأولى. سنناقش أيضا الجمعية العمومية لنادي المنصورة تصادق على تغيير اسم وشعار النادي إلى أهل عدن. أما في عنواننا الثالث الوحدة بطلا لدوري عدن الممتاز بنسخته الثانية. إقليميا وعلى مستوى القارة، الأردن وقطر في نصف نهائي كأس آسيا للعام 2023. فاصل وبعد الفاصل نواصل. صادق أعضاء الجمعية العمومية للنادي في القاعة على تغيير اسم وشعار النادي من المنصورة إلى أهل عدن، حيث تمت المصادقة بعد اكتمال النصاب. بحسب المصدر الإعلامي الخاص بنادي المنصورة بأنه بواقع تسجيل حضور 267 من أصل 328، وهم الأعضاء المسجلون في قائمة الجمعية العمومية للنادي، في حين تخلف 62 عضوا عن الحضور، وهناك تقريبا 6 إلى 8 أصوات ممن كانوا متواجدين في القاعة لكنهم امتنعوا عن التصويت. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين الكرام طبعا ينضم معي في هذه الأثناء الكابتن عمر صالح الخضيري، وهو أمين عام أهلي عدن حاليا نادي المنصورة سابقا. أسعد الله مساك بالخير كابتن عمر، نورتنا وشرفتنا وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بالاستاذ علي، وشكرا لكم على استضافتنا في قناه عدن الفضائيه. نعم كابتن عمر، احنا قبل شويه اخذت مقدمه مطوله شويه بخصوص التعريف بالنادي والمسميات التي يعني تنقل فيها في الفترات السابقه، واليوم اصبح اهلي عدن. خليني اعرف والمشاهد الكريم ايضا، ما الهدف من التغيير مسمى نادي المنصورة من المنصورة إلى أهل عدن؟ هذا النادي لربما الاسم كان أسوة بالمديرية الذي يقع فيها، أليس كذلك؟ أي نعم أخي العزيز، طبعا فكرة اسم التغيير ليست هي فكرة اليوم أو البارحة، وإنما هي لها تقريبا ما يقارب يعني أكثر من 4 عقود من الزمن. فكرة الأهلي كانت تطرح قديما على كثير من المثقفين والناشطين الرياضيين، وإنما كانت في حينها ما كانت متوفرة البنية التحتية أنك توجد نادي مع ملاعب وصالة وهكذا، وكانت مدينة المنصورة تعتمد دائما على الفرق الشعبية. حتى جاءت تأسيس النادي في عام 2000 وبدأ التحضير، لجان تحضيريه لتاسيس النادي كان تقريبا في عام 98، حتى تبلورت بالنجاح في التاسيس في عام 2000، وتكونت عده لجان، فكان الاختيار في حينها على اسم نادي المنصوره. فبغى تقريبا موضوع الاهلي يراود كثير من الناس من النشطاء الثقافيين، يتراود على مدى ال 25 سنه الذي هي طيله تاسيس النادي. فأخذت إدارة النادي الموجودة الآن حاليا أنه نزولا عن رغبة كثير من المثقفين والرياضيين والنشطاء، أنه حان الوقت أنه يكون هنا التغيير للأفضل، ولكن كانت هناك دراسة عميقة لهذا الأمر. نعم. أنه تكون التغيير والمسمى هكذا يرافقه كثير من الإنجازات، ومن تكون هناك رؤية مستقبلية للنادي. نحن نبحث عن نطمح أن يكون هناك تطوير إيجابي، ويكون هذا الاسم اللي يحمله نادي الأهلي هو أهلي يمثل المنصورة. مدينة المنصورة كما تعلم تعتبر من أكبر المديريات في محافظة عدن، وتتجاوز مساحة وكثافة سكانية. نعم. وبالتالي كانت رؤية النادي عندما عقدت عدة اجتماعات كما ذكرت لك في السابق، أنه يجب أن يكون هناك حامل لهذه المدينة، أن يكون لنا حامل باسم شعار هذه المدينة.
فتم طرحت كثير من المسميات كاتحاد كالصغر والى ذلك، كانت اسماء قديمه. فنحن شفنا انه الاسم الاهلي هذا قد تراود في أزقة مدينة المنصورة في شوارعها في أماكنها منذ أربعة من عقود على قدامة من اللاعبين ومن المثقفين وهكذا. فأخذنا هذا الأمر بجدية ووضعناه على طاولة الجمعية العمومية، والحمد لله تم الاتفاق عليه وهكذا. وهناك زي ما قلت لك أنا رؤية مستقبلية إن شاء الله في إيجاد بنية تحتية توسعية في يعني بناء قدرات اللاعبين في دعوة الرأس المحلي من كبير التجارة. جميل، نحن سنناقش كابتن عمر، أنا سأناقش معك هذه النقطة، ولكن معلش خليني أخذ في تفاصيل يعني دقيقة. نعم، في هذا طبعا. الجانب هناك من أعضاء الجمعية العمومية للنادي حضروا لكنهم امتنعوا عن التصويت، وهناك من تغيبوا. ما الحجج والأسباب التي أبدوها لكم لعدم التصويت حتى وإن كان عددهم قليل، وأيضا بقية الذين لم يحضروا؟ والله يا استاذ هذا الموضوع نحن دعينا فيه للموضوع هذا مفتوح تقريبا اكثر من شهر، والكل يعلم بهذا الشيء، ونحن دعيناهم لقاعه النادي والامر كان مفتوح، ورحبنا بجميع اعضاء الجمعيه العموميه وغير اعضاء الجمعيه العموميه الذي هم محبين وعاشقين للنادي. فتحنا القاعه للكل، فكان الاجتماع يعني اجتماع ديمقراطي اجتماع صحي. فنحن طلبنا من الناس انهم يجوا ودعيناهم، انا من نفسي دعيت مجموعه كثيره يعني شخصيه من ابناء النادي انه من حقك تصوت ومن حقك تعترض ومن حقك تطرح كلمتك. فمن الاشياء الامور الطيبه انه كثير من اللاعبين ومن المثقفين اللي كانوا اعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا معارضين، لكن عندما دخلوا للقاعه وسمعوا الكلمه التوجيهيه اللي القاها رئيس النادي الاستاذ احمد الداودي تغيرت نظرتهم على الفكره الذي سمعوا الكلام. فالناس تبحث عن الطموحات، تبحث عن المستقبل، فعلى طول تم التصويت وكانوا من المزكين. فخرجوا مجموعة تقريبا 8 من أبناء النادي الذين هم بالاعتراض، وأيضا في مجموعة كانوا معترضين يعني بشدة، أنه لكن اتحفظوا في هذا الأمر، وزي ما قلت لك في بعض كثير أيضا من الذا صوتوا والأمور مش طيبة في جو ديمقراطي. وكان ذاك بحضور مندوب مثل الشؤون الاجتماعيه العمل وزاره الشباب، مندوب وزاره الشباب الرياضه مكتب الشباب الرياضه، فكان جانب ديمقراطي وتحت اشراف حكومي بحت يعني. جميل. طيب الان قلت نقطه مهمه حقيقه في بدايه حديثك، انه هذا التغيير للمسمى وكذلك الشعار رافقه مجموعه من الانجازات المتعلقه بالنادي، ما اهم وابرز هذه الانجازات؟ والله الانجازات الذي موجوده الان عند كان نادي المنصوره يعني يفتقر لكثير من مقومات البنيه التحتيه، وكانوا جميع لاعبينا في جميع الانشطه ما يتحصلون على الدعم المالي كرواتب كحوافز او علاج الاخر. فالان عندنا اماكن الاستثمار، عندنا قاعات للتاجير، في الان ما في الان ضم في المشروع الاستثماري عبر رئيس النادي اللي يعتبر هو مدير مديريه المنصوره، في الان في اماكن الاطراف النادي سوف تكون هناك اماكن الاستثمار لدعم النادي في كثير من شغل. ايضا هناك في توجهات لاداره النادي انه بيكون ان شاء الله تشكيل مجلس شرف للنادي يضم كبار التجار ومن الشخصيات الاجتماعيه، ودعوه القطاع الخاص. نحط مع القطاع الخاص يجب ان يكون شريك حقيقي في التنميه، لانه لولا القطاع الخاص لا يمكن الانديه انها تنهض. صحيح. احنا متجهين وكثير من رجال الاعمال تم دعوتهم وكانوا داعمين لهذا النادي. هذه الاشياء اللي موجوده الان حاليا في هذه الفتره القصيره ما كانت طيله ال 25 عام يا استاذ علي موجوده. نعم. اليوم لاعبين يتحصلوا على رواتب، يتحصلوا على حوافز، يتعالجوا في المستشفيات، والامور تمشي على قدم وساق في امر ايجابي وعلى اعلى مستوى. نعم. طيب كابتن عمر، يعني المنافسه الشديده في الانديه في عدن بين الوحده التلال ويدخل احيانا شمسان. نعم. هل سنشهد او سنشاهد بالاصح نادي الأهلي عدن خلال الأشهر القادمة أو على الأقل السنة القادمة يخوض في منافسة ومعترك شرس ويحصل على بطولات في بروبجندا يعني جاهزة في هذا الجانب؟ والله يا أستاذ هذه ليس من بقول لك من الأهداف الأساسية للنادي، وإنما هو هذا المطلب أنه نكون فريق قوي ومنافس. وأنا لا أخفاك سرا الآن الدوري الذي يمشي دوري عدن الممتاز الثاني مثل ما ذكرت الان الفرق المتقدمه الذي مثل التلال، نحن ذهابا وايابا تعادلنا نحن وياهم، كنا فريقا ندا قويا. وايضا وحده عدن الذي حصل على بطوله الدوري الان اتعادلنا معهم، فنحن اصبحنا فريق صعب
وفريق كثير من الأندية يعني تهاب وجود الفريق بهذا العدد اللي موجود. لكن نحن إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة هناك في خطة للتطوير، في خطة لتعزيز الفريق بأفضل اللاعبين وليس أيضا القدم، أيضا في جميع الألعاب. فنحن الآن هناك رؤية مستقبلية ترافق هذا الاسم الكبير. نحن اليوم أصبح على عاتقنا مسؤولية كبيرة، نحن اليوم نقول هذا أهلي عدن، هو يمثل أهالي المنصورة وأهالي عدن، فيجب أن يكون لهذا الاسم الكبير إنجازات ترافق هذا الاسم. جميل جميل، خطوة حلوة. وأنا حقيقة مع التغيير دائما، خصوصا حينما يحصل نوع من الجمود، يأتي شيء يحصل فيها تغيير تبدأ الناس تتحرك واللاعبين نفسيا ومعنويا يتحركوا وكذا. سؤالي الأخير بس أرجو الإجابة باختصار كابتن عمر، ما طبيعة الألعاب الرياضية الأخرى التي يمارسها النادي إلى جانب كرة القدم؟ معنا ألعاب الطائرة بجميع مستوياتها الذي هي فريق أول وناشئين الشباب براعم، معنا أيضا ألعاب القوى، نحن أبطال محافظة ألعاب القوى، معنا تنس طاولة، معنا التيكواندو، معنا الملاكمة البيك بوكسينج، معنا الكونفو، معنا لعبة الشطرنج، كرة اليد، كرة التنس. وعلى فكرة يعني لو كنت تابعت أنت في الجانب العالمي تلاحظ أنه الشهرين السابقين تقريبا نحن حققنا 7 بطولات كأبطال محافظة عدن في هذه الإنجازات. أنا أحييك حقيقة كابتن عمر على تلبيتك الدعوة وعلى كل هذه الإنجازات التي حققتموها، والقادم إن شاء الله بإذن الله كبير لكم. إحنا نتمنى حقيقة أن نشاهد أهل عدن في صفوف المقدمة، ليس على مستوى عدن بل على مستوى اليمن بالكامل. يعطيك ألف عافية الكابتن عمر صالح الخضيري، وأنت أمين عام نادي الأهلي عدن حاليا المنصورة سابقا. شكرا جزيلا لك. الله يعطيك العافية ولجميع المشاهدين وعلى العامل في قناة عدن الفضائية. يعطيك العافية. مشاهدي الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنعود لنستكمل بقية محاور حلقاتنا. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد مشاهدين الكرام، مرحبا بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن واحدة من أهم البطولات على مستوى القارات في العالم، بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في الوقت الراهن في قطر. وحقيقة مشرفنا هناك المنتخبات العربية وبالتحديد المنتخب الأردني الذي كان حقيقة يعتبر أسد البطولة، بل يعتبر الحصان الأسود. وطبعا يقف منتخب الأردن على عتبة التاريخ في مواجهة مثيرة أمام نظيره الكوري الجنوبي، بينما يواجه حامل اللقب والمضيف منتخب قطر اختبارا صعبا أمام منتخب إيران القوي. تتطلع الجماهير العربية بشغف إلى فرصة تأهل منتخبي قطر والأردن إلى نهائي كأس أمم آسيا 2023 بهدف خلق نهائي عربي مثير للذكرى للتاريخ. طبعا تعود ذكريات نهائي 2007 عندما تلاقى فيها المنتخب العراقي وأيضا المنتخب السعودي، كانت تلك اللحظة التاريخية التي توج فيها أسود الرافدين بلقب البطولة لحظات لا تنسى. نتمنى فعلا أن تتكرر. ويبقى السؤال الأهم، فهل يحقق العرب حلمهم بنهائي عربي مذهل هذا العام؟ نتابع هذا التقرير لفريق ومنتخب النشامة، ومن ثم نعود للترحيب بضيفي الذي سينضم معي عبر خدمة الاسكايب، صديقي العزيز الأستاذ بدر بالعبيد، وهو كاتب ومحلل سياسي، عفوا محلل ناقد رياضي. نذهب إلى فاصل ونتابع هذا التقرير ثم نعود. بفرحة عارمة وتاريخية احتفلت جماهير الأردن بفريقها الوطني لكرة القدم بعد أداء حافل بالتشويق والتحدي في اللقاء الحاسم مع منتخب طاجكستان، أهله للذهاب إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه. بدأ المنتخب الأردني المباراة بروح معنوية عالية،
وتمكن من فرض سيطرته على الميدان بتنظيم رائع وتفاهم فائق بين اللاعبين. وفي الدقيقة 66 من عمر المباراة أسدل الستار على التوتر بتسجيل هدف رائع قاد المنتخب للفوز بهدف نظيف. يعكس هذا التأهل الباهر إرادة وإصرار الفريق الأردني على تحقيق النجاح، ويضعهم في مصاف القوى الكبيرة في عالم كرة القدم الآسيوية. بينما يستمتع الجمهور بفرحتهم، يترقبون بحماس مواجهة الشمشون الكوري في نصف النهائي برهان جديد يكتب في تاريخ كرة القدم الأردنية. مرحبا بك صديقي العزيز الأستاذ بدر بالعباد، وجدد طبعا كاتب ومحلل وناقد رياضي. يعطيك ألف عافية بدر، أهلا وسهلا فيك في زوايا الملاعب. ألف مبروك تأهل منتخبين عربيين، النشام الأردني والعنابي القطري، إلى نصف نهائي كأس آسيا. هذا إنجاز حقيقة. أهلا وسهلا أستاذ علي وللسيد أستاذ المشاهدين. وأقول أبعدنا عن السياسة، خلينا نقول ناقد رياضي في جو الرياضة، جو مريح، أبعدنا. فلذلك كل الشكر دائما، طبعا نسعد دائما بوجودنا معك أبو نزار. وأنا أيضا اليوم أصبحت الرياضة يعني يمكن متنفس، وعلى قولتهم هي دائما ما تصلح ما أفسدته السياسة، بالتالي هي نقيض. صحيح. كابتن بدر، خلينا في البداية نتحدث عن الحصان الأسود للبطولة. ما حد كان يتوقع، أنا ناقشت الموضوع منذ قبل انطلاق البطولة وفي كل الحلقات الماضية خلال البطولة، لم يتوقع أحد أن المنتخب الأردني سيذهب إلى ما وصل إليه. نعم، بطبيعة الحال يمكن دائما ما تتحدث الناس مثلا على، خلنا نقول يعني باستنتاجات معينة لعدد من الأسباب، أول المعطيات وأرقام فنية تتحدث عن هذه البطولة، عن منجزات تاريخية للفرق، عن مستويات، عن أيضا خلنا نقول عناصر فنية، نتكلم عن إمكانات أيضا. فكانت كل المؤشرات والحديث على الورق يعني يمكن لا يعطي انطباع أو مؤشر أولي عن أنه فريق النشامة سيتواجد في هذه المرحلة تحديدا. بينما كان يتوقع لليابان، المنتخب السعودي، الفرق كبيرة، لأستراليا، أنها يعني أنها مرشحة لللقب. وهذا هو حقيقة أبو نزار، هو حقيقة متعة كرة القدم. متعة كرة القدم أنك لا يمكن أن تتنبأ، يعني لا تخضع لمعيار نهائيا، فبنسبة كبيرة جدا تعطيك وفق المعايير الفنية اللي موجودة عندك، ولكن غالبا ما تخالف كل التوقعات. وهذا ما حصل مع الفريق الأردني. أنا أعتقد أنهم قدموا، يعني خلنا نقول اللعب كان لعب روح أكثر مما أنه في إمكانات، خلنا نقول فنية. أدواتهم لا بأس فيها، يعني في مستوى فني يعني أوصله للمستوى اللي وصل له أكيد، وهذا يحسب له، ولكن لا تعطيه يعني مرحلة مستوى فني، يعني خلنا نقول على أعلى مستوى اللي وصل لهذه المرحلة. كانت الروح القتالية هي الفارق الوحيد، الكرة الجماعية كانت هي الفارق الوحيد أيضا للمنتخب النشامة بلا شك. يعني لطالما حضرت الروح القتالية يمكن مع منتخبات كثيرة، ووصلت يعني فاجأت يعني جماهيرها بشيء من خلينا نقول من المستويات اللي كانت تقدمها، ووصلت إلى مراحل متقدمة. منتخب النشامة الحقيقة قدم يعني نفسه بشكل مثالي، قلت حصان أسود، لا والله قدم أيضا مستويات لا بأس فيها. أعتقد أنه واجه يعني أعتى المنتخبات حتى على مستوى الدور التمهيدي، فكان له يعني حقيقة يعني وصل لهذه المرحلة بكل استحقاق. نعم، التعمري وكذلك يزان نزار، أسماء اللي هم لاعبي الهجوم في المنتخب الأردني، ليست تلك الأسماء البارزة على مستوى المنتخبات في آسيا، بينما هناك منتخبات لديها أسماء ثقيلة مثل المنتخب الياباني، المنتخب العراقي، المنتخب السعودي، لديهم تاريخ، لديهم أيضا لاعبين بجودة وقيمة فنية عالية جدا غادروا البطولة. صحيح صحيح. وهنا يظهر عملية، أول شيء دائما ما يعني لن تنجح في بطولات الكؤوس وفي مباريات خروج مغلوب إلا الكرة الجماعية، الكرة المبنية على خلنا نقول أول حاجة على أداء جماعي،
على إمكانات، ولا تنسى أنه أحياناً قد يوقعك، يعني أحياناً الحظ يكون له جانب كبير، يعني درهم الحظ دائماً ما يلعب دور كبير في كرة القدم. الظروف المباريات اللي تلعب، يعني أنت لما تتحدث عن مباريات مثلاً ركلات الترجيح أبو نزار، لا يمكن يعني أن تتحدث عن مستويات فنية هنا، هنا تتحدث عن ركلات حظ إن صح التعبير. نعم. ولكن أيضاً تحسب للفرق هذه عملية أيضا التمرين، وأيضا اللعب تحت الضغط في مباريات جماهيرية كهذه، وبالتالي التصوير والتسديد بشكل مثالي وعدم إضاعة أي فرصة. بلا شك يعني المنتخبات الكبيرة اللي كانت تعول عليها الناس أنه ممكن توصل أو مرشحة للقب مثل المنتخب السعودي أو المنتخب اليماني، مع احترام يعني تقديري أنا في يعني للمنتخب السعودي، يعني لم يكن مرشحة الحقيقة، لأنه هناك عدة أسباب، يعني خلينا يمكن غياب أسماء في عرض الحلقة، لأنه يعني في عدد من المؤشرات يعني لا يمكن تتنبأ بأنه يحصل على اللقب، ولكن كان متوقع أنه يوصل إلى أبعد من هذا المستوى تحديدا. لكن على مستوى مثلا المنتخب الياباني وعلى مستوى الظروف اللي قاعد يعيشها المنتخب الياباني، لا يعني في فرق كبير، ومع ذلك لم يصل. لكن للأمانة يحسب ل النشامة وصولهم لهذا الدور، يحسب لهم لهذه القتالية والروح القتالية الحقيقة العالية جدا اللي أبدوها بمستوى لاعبين زي ما تفضلت، يعني جدا عاديين، نجوم اليوم أصبحوا نجوم على مستوى كأس بحجم كأس أمم آسيا الحقيقة. فبذلك يعني يكون هذا المستوى اللي هو فيه، والنجوم أستاذ علي لا يولدون نجوما بلا شك، يعني هم يكتسبونها في خبرات كما هذه المسابقات الكبيرة اللي يقدمون أنفسهم يعني فيها بي 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 عدد من خلينا نقول الجمل التكتيكيه. نعم. على اعلى مستوى يقدمونه في على مستوى المستطيل الاخضر، هذه اللي يوصلهم يعني يوصلهم الى مرحله النجوميه اللي يستحقونها انهم صحيح فيها الامانه، واعتقد انهم قدموا يعني اكثر مما يعني كان متوقع. صحيح. الثلاثاء القادم سيواجه واحد من بل اغلى منتخب على مستوى اسيا فيما يتعلق بالقيمه السوقيه، المنتخب الكوري، الشمشون الكوري، حتى اللحظة لربما هو أعلى منتخب فيما يتعلق بالقيمة المالية السوقية على مستوى القارة بأسرها. إلى أي حد تتوقع أنهم قادرون على تجاوز كوريا؟ شوف أبو نزار، إذا هو توقع الحقيقة يعني التوقع إذا هو نبنيه على 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 أمور منطقية على الورق لا يمكن يعني هالمغامرة، أنا خلنا نقولها مغامرة يعني للنشامة ويعطيهم العافية على المغامرة اللي صارتهم لهذه المرحلة، لكن لا أعتقد أنهم سيتجاوزون الشمشون الكوري لسبب بسيط. أولا هناك فارق عناصري كبير جدا جدا، يعني جاب كبير جدا أبو نزار، إحنا نتكلم عن لاعبين في بالA بلاس يلعبون في باريس سان جيرمان، توتنهام. ولفرهامبتون، يعني احنا نتحدث عن لاعبين ايضا يلعبون في مستويات الدوريات الاوروبيه، نتحدث عن فارق كبير جدا يمكن بما يتجاوز 20 مليون يورو من قيمة السوقية على الملعب، نتحدث عن خبرات كبيره، لاعبين يلعبون في البريمير ليج ولا في 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 الدوري الفرنسي، ضغط وجماهير على اعلى مستوى يعون ويدركون كيف التعامل مع مباريات كهذه جماهيريه، لا أعتقد أن هناك أي يعني هذا بالمنطق ووفق اللي موجود على الورق لا يمكن أن نتنبأ يمكن ولا حتى بواحد في المية أن يتجاوز خلنا نقول المنتخب الأردني المنتخب الكوري، مع تمنياتي يعني يتجاوز، ولكن هذا منطقيا على الورق. ولكن يمكن في نقطة وحيدة يمكن أنا أعول عليها في المنتخب الأردني، ألا وهي أولا زي ما قلنا الروح القتالية، وأيضا في الجانب الآخر مثلا المنتخب الكوري أبو نزار يمكن ثلاث مباريات انت تلعب اشواط اضافيه، تلعب ركلات ترجيح، يعني انت منهك الى حد ما. صحيح. ايضا اعتقد انه هذا الجانب يعني الكره الجماعيه في المنتخب الاردني ايضا من يعني خلينا نقول يعني سلاح المنتخب الاردني في هذا الجانب، بامكانه ان يعني ان الله كتب له تفوق فيتفوق في العناصر في هذه الجوانب تحديدا. اما بقيه يعني الحديث عن الامور الفنيه، لا اعتقد ان هناك يعني في تقارب أبو نزار. نعم. في الاتجاه الآخر المنتخب القطري سيواجه المنتخب الإيراني الأربعاء، يعني عقب المباراة الأردن وكوريا بيوم، هل تعتقد أنه يمكن يستطيع المنتخب القطري من يعني عطفا على المباريات التي قدمها، عطفا على أداء اللاعبين اللي موجودين في الوقت الراهن، يستطيع المحافظة على اللقب والصعود إلى المباراة النهائية وخطف الكأس هذه المرة الثانية على التوالي؟
أرجع وأقول لك نفس الشيء، إذا كان الأمر منطقياً وعلى الورق فنياً لا يمكن ولا يمكن أن يتجاوز المنتخب القطري المنتخب الإيراني. يعني وضعه نفس وضع المنتخب الأردني. أه؟ وضعه نفس وضع المنتخب الأردني. نعم نعم. أولا في إشكالية كبيرة، يمكن أنت من الناس المتابعين الجيدين أبو نزار، ولك أيضا نظرة فنية، يمكن لو لاحظت الأداء للمنتخب القطري يعني كانت أغلب الأهداف أو خلنا نقول هي بصناعات، يعني هي خلنا نقول اجتهادات فردية للاعب. صحيح للاعب أكرم. نعم كانت هذه في السواد الأعظم، يعني من مباريات المنتخب القطري كانت اجتهادات فردية، لا توجد أي كرة جماعية في المنتخب القطري حتى الآن على الإطلاق، وعلى العكس تماما ما يحصل في المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني قوي جدا، ولديه أيضا خلنا نقول لديه عناصر أيضا تصنع فارق بلا شك، يعني لديه أيضا يمكن لو لاحظت على مستوى البطولة كامل كيف يعني يوصل أو كيف يقارع المنتخبات وكيف يتقدم في المباريات، أيضا هناك جانب آخر كرة جماعية للمنتخب الإيراني، وهذا ما يفرق يعني بينه وبين المنتخب القطري. أضف إلى ذلك البنية الجسدية في الالتحامات رجل إلى رجل، يعني كانت تفوق مان تو مان للمنتخب الإيراني في كل المباريات السابقة يعني بنسبة كبيرة جدا. أيضا على المستوى يعني الكرات الهوائية، يمكن منتخب إيران من المنتخبات المتميزة بالكرات الهوائية. نعم. وإذا وكذلك الكرات الثابتة، فإذا ما تحدثنا عن أمور فنية بحتة على الورق دون التوقع، الورق المنتخب الإيراني هو الأقرب والأقوى فنيا، لكن تمنياتنا للعنابي بأن يتجاوز المنتخب الإماراتي زي ما قلنا، أول شيء أنت على أرضك بين جمهورك، اعتقد لديك من الثقه ما يكفي، ايضا اعتقد انهم مكنوهم خلينا نقول يعني باستعداد وتهيئه على اعلى مستوى، فبالتالي لا يوجد اي عذر، ايضا لديك نجوم واعدي، وايضا لديك نجوم خبره في موجوده في المنتخب القطري، فما اعتقد انه فيه اي شيء يعني خلينا نقول عائق لهم الا انهم يقدمون مباراه كبيره، ونتمنى لهم الحقيقه التوفيق. انا كل امنياتي حقيقه ابو نزار انه يكون العرب في النهائي للامانه، هذا شيء صراحة سيسعدنا كثير، وأيضا حيعطي مؤشر لعلو كعب الكرة العربية، وهذه حقيقة خالص الأمنية وصادق الدعوات لهم بأن يتم، ولكن عمليا يعني نتحدث عن أمور فنية أنا أعطيتك ما عندي للأمانة. نعم. وجهة نظر. طيب في الاتجاه المقابل في القارة السمراء تحديدا شمال القارة العرب الأفارقة، هناك خيبة أمل كبيرة حقيقة للشارع العربي، ما الأسباب رغم أن المنتخب المغربي قبل أقل يعني من سنة ذهب إلى البعيد حقق إنجازات للتاريخ، يعني لهذه الدرجة أن المنتخبات الأفريقية أقوى من المنتخبات التي وصلت إلى كأس العالم، أم أن المنتخب المغربي دخل في نوع من الغرور والثقة بأنهم سيذهبون وأنهم سيصلون وأنهم ممكن يصلوا وفي الأخير وقعوا في الفخ في دور 16؟ صحيح. أولا دعني أوضح نقطة مهمة جدا أبو نزار، المسابقة أو البطولة بطولة أفريقيا للأمانة يعني فقدت بريقها، وتحديدا في هذه النسخة للأمانة يعني لا يمكن أن تقارن أمم آسيا بأمم أفريقيا على الإطلاق، لا على مستوى فني ولا على مستوى نقل ولا على مستوى خلنا نقول يعني حتى على مستوى تحكيم ولا على مستوى حضور جماهيري، يعني كل العناصر اللي يعني اللي خلنا نقول هي اللي تنجح البطولة وتعمل على حافز كبير للاعبين لم توجد في بطولة أمم أفريقيا النسخة الحالية للأمانة، ذهبت لصالح أمم آسيا وكانت في مقارعة كبيرة جدا، يمكن شفنا كثير مباريات راحت إلى الأشواط الإضافية، رأينا مفاجآت كثيرة جدا على مستوى الفرق، رأينا فرق كبيرة تطلع على أي فرق يعني جدا مغمورة، أفريقيا مختلفة تماما، يمكن في أفريقيا يعني هدف أوليس مين يعتقد أنه حق غانا هجاء مهاجم غانا الاستوائية، هو ينشط في دوري درجة ثانية في إسبانيا، يعني هو هداف البطولة، فهنا يعطيك مؤشر أن البطولة أساسا يعني لم ترتقي للمستوى الفني اللي كان متوقع، أو أنك تطبطب على قلوبنا يا أستاذ بدر. لماذا؟ ما بالعكس أنا قاعد أتحدث عمليا في فرق كبير أبو نزار ما بين أمم آسيا وأمم أفريقيا،
لكن ارجع واقول لكن المنتخبات الحقيقيه يعني حقيقه احنا اذا ما عدنا للوضع انا اتفق معك الى حد كبير فيما تتحدث، لكن في المقابل المنتخبات العربيه في الاصل لم تقدم شيء. انت تابعت المنتخب المصري الذي هو حاز على البطوله 7 مرات، تابعت المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري، لم يكونوا قد الثقه، لم يقدموا كره حقيقيه حقيقه، نكون صادقين مع انفسنا. صحيح، وكذلك المنتخب المغربي اللي وصل دور 16 في كاس العالم 2022 يعني كانت مفاجاه. يعني للامانه في اشياء كثيره الكره العربيه تحتاج الى اعاده النظر. يعني اذا ما تحدثنا يمكن على الكره المصريه يمكن التراجع على مستوى الدوري اكيد انه يلقي بظلاله، وطبيعي جدا ما يحصل من مخرجات، لانه دائما المنتخبات هي مخرجات الدوريات، ونتحدث عن المنتخبات الاولى بلا شك. المنتخب التونسي يمكن يمر بوعكه، ولكن ليست يعني لا اعتقد انه كان يعني هذا المستوى المطلوب والمأمول، واعتقد انه كان لديه ما يقدم اكبر واكثر من هذه المستويات اللي قدمها المغرب. للامانه اللي وصل دور 16 يعني كان بنجوم اليوم تفرقوا على اوروبا، لم يكن ايضا بالمستوى اللي كان فيه للامانه، لانه من بعد كاس العالم للامانه المغرب يعني راحت الى مسار اخر، وشفنا يمكن المستويات بعض من المباريات، يمكن انا لا ما شفت كل المباريات، ولكن في مباريات كبيره لم يكن المنتخب المغربي اللي رايناه في 2022 على الاطلاق ولا صحيح. ولا نعم. صحيح اتفق معك. طيب استاذ وليد، استاذ بدر، ما ادري ما لي اليوم، انا بصراحه مرهق من الصباح بعد ورشه عمل، ولذلك مش التون مضبوط عندي بالمره. انا استاذنك سنذهب لمتابعه تقرير لمباراه محليا، طبعا مباراه الوحده، وحده عدن، وكذلك تلال عدن. استطاع من خلالها الوحده التغلب على التلال، ومن خلال هذه المباراه حدد رسميا يعني حصوله على بطولة دوري عدن الممتاز بنسخته الثانية بفارق النقاط مع ملاحقه التلال، والذي طبعا يعتبر هو في المركز الثاني ب 28 نقطة. خلونا نتابع هذا التقرير وأعود لك للتعليق على الموضوع. ترقبي علي بين أبو وخر الماس داخل المنطقة، هبا جول كان محمد الويكا بيستلم كرة جميلة مقصرة من أبو بكر الماس ويسجل الهدف في الدقيقة. ديربي عدن التاريخي الذي لم يعد فيه شيء من التاريخ، وهذه الجماهير الغفيرة التي تنتظر بشغف لهذا اللقاء الذي يعد رمزا من رموز العاصمة عدن. في مئوية نادي وحدة عدن، هذا النادي العريق الذي تأسس عام 1924، استضاف الوحدة غريمه التقليدي نادي التلال في إطار الجولة 16 ضمن دوري عدن الممتاز. وفي أجواء رياضية رائعة انطلقت صافرة المباراة بين قطبي الكرة العدنية التي بدأت دقائقها بأصوات عالية وقوية مصحوبة بمؤازرة جماهيرية كبيرة وبحذر شديد من الجانبين وبهجمات سريعة على الأطراف، اعتمد لاعب الوحدة للسيطرة على مجريات المباراة، فيما اعتمد لاعب التلال على الهجمات المرتدة السريعة وعلى الأنيق عادل عباس بمهاراته الخارقة لتفكيك دفاع الوحدة محاولة الوصول إلى المرمى، لكنها قوبلت بصلابة دفاعية كبيرة. ومن ضربة مباشرة في الدقيقة 71 من خارج منطقة الجزاء، ارسلها عرضية إلى علي الدغين الذي وضعها برأسه داخل الشباك ليعلن عن تقدم بيارق الهاشمي، أصطى فرحة عارمة من الجماهير الوحداوية. بعد ذلك حاول لاعب التلال العودة إلى المباراة، لكن دون جدوى في أداء فني دون المتوسط، إلى أن أطلق حكم الساحة نهاية المباراة معلنا فوز الوحدة وحسم اللقب قبل جولتين من انتهاء الدوري واستمرار سطوة نادي الوحدة على البطولات في الفترة الأخيرة، وغياب تام لعميد الأندية عن منصة البطولات. إذن ألف مبروك لنادي وحدة عدن، هذا النادي العريق، الفوز على التلال وأيضا لقب بطولة دوري عدن الممتاز. نحن سعداء حقيقة حينما تكون في أنشطة رياضية بهذه الطريقة بهذا الحماس، رغم زعلنا الكبير وعتبنا الكبير على الإخوة في إدارة نادي الوحدة الذين تعذروا للظهور معنا في هذه الحلقة للتعليق حول هذا الموضوع. كابتن بدر، تعليقك أنت على هذا الدوري الهام حقيقة، صاحب واحد من أعرق الجماهير في عدن،
كرة مختلفة، شغف وحب الجماهير مختلف كلية للأمانة. أنا أول أعمل رتويت على كلامك اللي قلته قبل شوي في عملية أنه دائماً يعني خلينا نقول دوري العدل يعني تاريخ عراقة يضيف إلى الكرة في شيء اسمه متعة. نعم. كروية استمرار للنشاط رغم الظروف رغم التحديات والمشاكل اللي قاعدة تصير أبو فراس. أعتقد أنه جدا رائع. أيضا أشكركم على تسليط الضوء على هذا الدوري، لأنه للأمانة تسليطكم الضوء على هذا الدوري هو تسليطكم الضوء على الرياضة، على استمرار النشاط الرياضي أيا كان، على دعم الشباب، على دعم الأندية. هذا أمر جدا رائع يحسبكم للأمانة، فلكم كل الشكر والتقدير. أعتقد أن أكيد يعني أنا أؤكد لك أن الإدارة في وحدة عدن يمكن لديها من المشاغل يمكن اللي بحال دون حضورهم، ولا صدقني يعني يمكن الدكتور من الناس اللي دائما متعاونين الى ابعد حد ممكن مع الاعلام ومع كافه الوسائل حقيقه، وهو رجل اصلا ملم بالرياضه ورجل مبدع يعني ويحب الرياضه بشغف يعني. نعم. فاعتقد انه اكيد انه حال امر ما، لكن بالنسبه للبطوله ككل اول شيء البطوله للامانه يعني مخرجاتها جدا رائعه. اليوم يمكن تشوف عدد من اللاعبين على مستوى الفئات السنيه اليوم يلعبون في الشباب ولا في الاولمبي مع المنتخبات، هم نتائج هذه الأنشطة الرياضية اللي موجودة اليوم. أعتقد أيضا أعطت اليوم على مستوى كبير جدا عملية خلنا نقول الحضور الجماهيري الترفيهي استمرار النشاط في ظل الأوضاع الموجودة كلها، يعني تحسب أيضا للأندية العدنية حقيقة فيما تقدم اليوم من كرة جميلة، فيما تقدم الحقيقة يعني من شغف وحقيقة حضور جماهيري كبير للأمانة، يعني كلها على رأس كل شخص الأمانة نشوفهم يحضرون بالآلاف. فهذا طبعا الشغف لا يمكن يكون انجازيهم انك يعني تقدمهم افضل. صحيح. نعم. يعطيك راحه على هذه. صحيح. يعطيك الف عافيه، شكرا كثيرا لك الاستاذ العزيز بدر بالعبيد، وانت كاتب وناقد رياضي كنت معي عبر خدمه السكايب. مشاهدي الكرام، حدد الاتحاد العام لكره القدم موعد المباراه النهائيه للدوري ومباريات اياب المربع الذهبي والمركزين الثالث وايضا الرابع. ذكر الاتحاد في بيان له أن اللجنة الإشرافية للمربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم أقرت خلال اجتماعها مع مندوبي أندية المربع اللي هم أهلي ووحدة صنعاء وكذلك شعب وتضامن حضرموت تحديد موعد إياب المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وطبعا بحسب البيان تقرر تحديد الثلاثاء المقبل موعد لقاء الأهلي صنعاء وكذلك شعب حضرموت، فيما يلتقي وحدة صنعاء مع تضامن حضرموت الأربعاء المقبل على في صنعاء طبعا، فيما أيضا ستكون مربع تحديد المركز الثالث يوم السبت ويوم الأحد المقبل ستلعب المباراة النهائية. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم معي الدكتور أبو علي غالب رئيس اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم. سعد الله مساك بالخير دكتور، سعداء بتواجدك معنا دكتور. مساء النور سعد علي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا دائما الحديث عبر قناتكم للمتابعين الشارع الرياضي اليمني. ربما مقدمتك أنت وجزت كل ما قامت به الاتحاد اليمني. اللي أريد يا دكتور أناقش معك موضوع آخر، أنا آسف على المقاطعة ذات الموضوع ولكن من زوايا مختلفة. أنا حقيقة أحييك دكتور، أنت من المتجاوبين معنا وهم للأسف قيادة الاتحاد قلة جدا من يتجاوبون معنا، فيما البقية لا يردون حتى على رسائلنا، فهذا بحد ذاته يحسب لك وإحنا سعيدين بك حقيقة. في مشاكل طرأت خلال الثلاثة الأربعة الأيام الماضية، الرئيس اللجنة اعتذر بعدين رجع وافق، ما الذي حاصل بالضبط؟ لماذا يريد الاتحاد فرض ملعب الوحدة ولا يريد أن يترك المجال للأهلي للعب حيث يشاء في ملعبه في ملعب 22 مايو في أي مكان غير الوحدة؟ باختصار جدا حتى لا ندخل في تفاصيل كثيرة عزيزي سيد علي، احنا لا بنقول فرض او ما فرض، احنا باختصار جدا ان هناك اجتماع فني وكانت اقرت اللجنه التسيير المربع اوصت ان يكون هناك الملعب الرئيسي في صنعاء يكون من هذه الوحده، لكن للاسف الشديد بعد ان عقد الاجتماع بمندوبي الانديه الاربعه ووافق الجميع على لعب المباريات الوحده، تفاجانا بعد الاجتماع مباشره برساله تطالب من اللجنه ومن الاتحاد اليمني لكره القدم من مجلس اداره النادي الاهلي ان يكون مباراتهم في ملعب 22 مايو.
طبعا اليوم اللجنه اجتمعت مره اخرى واقرت ووضعت توصيه الى مجلس اداره الاتحاد اليمني بان تكون مباراه اهلي صنعاء حسب طلبهم، لكن نحن النقطه الاهم من هذا كله انه طلب اداره اهلي صنعاء تاخر كثيرا، ينبغي ان يكون ذلك قبل اجتماع الاجتماع الفني للانديه مع اللجنه ومع رئيس اللجنه الاستاذ راجح القدمي، لكن للاسف الشديد مندوب الاهلي حضر الاجتماع ووافق ووقع المحضر، ولكن للاسف بعدها بساعات تفاجأنا انه هناك طلب اخر او رساله اخرى من مجلس الاداره تطلب نقل ملعبهم الى نادي الجمهورية مايو. الحمد لله تجاوزنا المشكله، واليوم اوصت اللجنه مجلس اداره الاتحاد انه يكون مباراه اهلي صنعاء مع شباب حضرموت في نادي الجمهورية مايو، واليوم من الساعه الثالثه عصرا بدانا تحضير نادي الجمهورية مايو لاستقبال مباراه اهلي صنعاء و شعب حضرموت. نعم. طبعا هذا من حق النادي الاهلي ان يحدد ملعبه، لكن تاخر كثيرا في طلبه الخاصه، وان اللجنه اجتمعت واوصت ايضا الاجتماع الفني للمندوبي الانديه. نعم. النادي الاهلي وافق ان يلعب في وحده الصناعه، لكن بعدها بساعات تفاجانا وتظل طبعا هذه مشكله للاسف الشديد. كان ينبغي ان يكون طلب النادي الاهلي مختوما من قبل الاجتماع بيومين او ثلاث ايام، او يقدم طلب لمجلس اداره الاتحاد، او يقدم طلب للجنه، لكن تفاجانا بعدها يمكن ب 24 ساعه ان هناك طلب من مجلس إدارة النادي الأهلي. نعم. الحمد لله نحن تغلبنا على المشكلة، وهو إن شاء الله يوم الثلاثاء الساعة 3:30 في هناك مباراة في ملعب بين شعب. وضحت وضحت النقطة دكتور. شعب حضرموت. نعم دكتور، في حال انتصر فريق شعب حضرموت على الأهلي وتضامن حضرموت على الوحدة، أين ستلعب المباراة النهائية؟ لا أخفي عليك أستاذ علي، نحن من البداية تم الاتفاق مع الأربع الأندية أن يكون هناك الذهاب في المكلا، وتكون هناك الأربع المباريات العودة أو الإياب مرة أخرى في صنعاء، لا تتقام الأربع المباريات الإياب في صنعاء سواء مباراة نهائية أو تعزل المركز الثالث، وكذلك مباراة الإياب بين فريقي التضامن حضرموت وهذا صنعاء وبين شعب حضرموت واهلي صنعاء، كان اتفاقا مبدئيا من البدايه مع الاربع الانديه، ورفعنا توصيه بذلك الى مجلس اداره الاتحاد. هذا ابسط ما اقول، لكن ربما تكون مستجدات، لكن احنا اليوم ايضا في اللجنه ايضا اوصينا في اللجنه ايضا الى مجلس اداره الاتحاد ان تكون النهائي والمركز الثالث ان شاء الله في صنعاء. في 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 نفس ال وموافقات الأربع الأندية حتى تكون بصورة، هذه الموافقة نحن حصلنا عليها من قبل 3 أسابيع ليس اليوم، حتى نعم. نعمل الذهاب والإياب وأيضا النهائي. نعم. طيب هل سيحضر المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الأول لمتابعة المباريات في صنعاء؟ والله اليوم كنا في مقر الاتحاد وشفنا هناك معاملات من قبل الأخ مدير العلاقات العامة في الاتحاد من أجل استقدام حضور المدرب من أجل مشاهدة مباريات المربع إن شاء الله. ان شاء الله. معلش هناك معاملات الان، هناك معاملات تجرى من اجل استقباله ان شاء الله خلال اليومين هذه في عدن وثم وصوله الى العاصمه صنعاء. انا ما سمعتكش والله، انه للاسف الصوت مش واضح، لكن خليني اضع عليك هناك هناك اليوم لاحظنا ان هناك معاملات جاريه في مقر الاتحاد من اجل استقبال المدرب خلال هذه اليومين في العاصمه عدن وثم ايصاله الى العاصمه صنعاء ان شاء الله. وضحت الفكره، يعطيك الف عافيه. سؤال اخير كابتن ابو علي، انت واحد من اللاعبين، يعني لاعب منتخب وطني، لك مكانتك، لك قاعدتك الجماهيريه، وانت الشخص انا اعتقد من الاشخاص النادرين على مستوى البلد المتخصصين اكاديميا وعمليا في مجال كره القدم. باعتقادك هل كان المجيء بمدرب اجنبي موفق الى حد كبير لتدريب منتخبنا في هذه الفتره، او لك تعليق في هذا الموضوع؟ والله شوف، ربما انا حتى اذا اتحدث بصفتي وجهات نظري خاصه يعني. نعم اي نعم، وجهات نظرك الشخصيه. الشخصيه فقط لا غير، حبيبي الله يحفظك. نعم. طبعا شوف، للاسف الشديد احنا ربما كان المدرب المحلي اقرب الى تدريب المنتخب الوطني باعتبار انه اعرف خاصه، وانه في السنوات الماضيه طوال 9 سنوات كان هناك تحفظ بالنسبه لدخول المدربين الاجانب الى اليمن بسبب الاوضاع في اليمن، لكن ان نجد مدربا يوافق بالحضور اليمن ومشاهده ايضا مباريات المربع ويختار لاعبين، ومش كذا فقط، نحن في تواصل او دائما من بدايه المربع في مرحلتي الذهاب في المكلا،
تم مشاهدة المباريات وتم مشاهدة المباريات وكشف ونقل كشف المباراة بالأسماء اللي فيها الأربع الفرق الأول، بحيث إنه شاهد المباراتين في المكلة عبر النقل التلفزيوني، مع تحديد أيضا اللاعبين من خلال أسمائهم، من خلال لائحة اللي تقدمها كل نادي من أجل الاشتراك في مباراة مع أرقام اللاعبين. هذا يدل على اهتمام المدرب. أيضا قلت لك نحن نفرح سعيدين جدا وجود مدرب من بعد انقطاع تقريبا 9 سنوات أو 6 سنوات بالحضور اليمن من أجل تدريب المنتخب الوطني. هذه فرصة كبيرة جدا، نقول احنا يعني بداية الى 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 الى, إلى كسر الحاجز الكبير الذي كان يقف امام المدربين الاجانب تدريب المنتخبات الوطنية اليمنية. ان شاء الله تكون بداية موفقة لهذا المدرب وتكتب له ان شاء الله النجاح في الايام القادمة، بحيث انه يكون هناك مزيدا من تعرف انت الكرة اليمنية مهما وجود المدربين المحليين ومهما كان هناك لديهم مدربين على كفاءة عالية، لكن تظل الى افتقاد الخبره الاجنبيه الكبيره خاصه الدول التي سبقونا في هذا المجال. نعم يعطيك الف عافيه. نتمنى التوفيق للمدرب الجديد، خاصه انه بادر بالحضور العاصمه صنعاء، وخاصه ايضا انه الاتحاد اليمني ايضا في القدم سيقيم معسكر المنتخب الوطني الاول في العاصمه صنعاء. كل هذه مؤشرات حقيقيه لبدايه جديده للمنتخبات الوطنيه. نعم. ان شاء الله مع رحلة المدربين الأجانب. أنا أشاطرك الأمنية كابتن أبو علي غالب، وأتمنى لكم أنتم أيضا في اللجنة الإشرافية على المربع الذهبي التوفيق، حتى فعلا نخرج بختام مسك لهذا الدوري وإن كان دوري مصغر. شكرا كثيرا لك الدكتور أبو علي غالب، رئيس اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا المساء، أرجو أن نكون وفقنا فيما تناولناه، والمعذرة في حال هناك أي قصور. هذه تحياتي، أنا علي حميد الأهدل وطاقم العمل. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله.